السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية مباشرة لتظاهرات 25 من أيار، والتي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم وإسقاط الحكومة التي فشلت في تنفيذ وعودها بملاحقة الميليشيات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتغييب التي استهدفت الناشطين منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الأول عام 2019. سيكون معنا في هذه التغطية الخاصة عبر سكايب من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز، وعبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد، وعبر الهاتف أيضا من محافظة النجف الناشط في التظاهرات مزاحم الشبلي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام، استبقت القوات الحكومية تظاهرات 25 من أيار باستعدادات أمنية واسعة وانتشار كثيف في العاصمة بغداد في محاولة للحد من اتساع التظاهرات التي أعلن عنها الناشطون للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم. هذا التقرير يسلط الضوء على كل هذه المواضيع. انتشار أمني كثيف شهدته العاصمة بغداد منذ فجر الثلاثاء استعدادا لتظاهرات كبيرة أعلن ناشطون عن تنظيمها للمطالبة بمحاسبة الجهات التي تقف وراء عمليات القتل والخطف التي طالت زملائهم طوال الأشهر الماضية. وانتشرت القوات الأمنية في العديد من الساحات والشوارع الرئيسة بعد إعلان المتظاهرين تنظيم رحلات من المحافظات الأخرى إلى بغداد للمشاركة في التصعيد السلمي الذي يهدف إلى إيصال رسالة للسلطات بضرورة وقف مسلسل الاغتيالات والقصاص من منفذيها، فضلا عن المطالب السابقة المتعلقة برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة الفاسدين. ولم تسلم التحشيدات والتحضيرات التي نظمها ناشطون طوال الأيام الماضية من حملات تشويه وتسطيح للحراك الشعبي، لا سيما من العاملين في الصفوف الإعلامية للميليشيات الولائية، حيث عملت تلك الجهات على الترويج بأن تظاهرات اليوم مدعومة من جهات خارجية، فيما ذهب آخرون إلى اعتبارها جزءا من محاولة تفعيل خيار تأجيل الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل وإبقاء حكومة مصطفى الكاظمي، اتهامات تعود عليها المتظاهرون ولم يعودوا يلقوا لها بالا. ويقول ناشطون إن تظاهراتهم تؤكد أن حراك تشرين لا يزال مستمرا ولم ينتهي كما تروج الأحزاب والميليشيات، لا سيما بعد انضمام شرائح جديدة كالخريجين والمتعاقدين في الدوائر الحكومية الذين يتظاهرون منذ أشهر للمطالبة بالتعيين والتثبيت، فضلا عن الكسبة الذين أوذوا من القرارات الاقتصادية الأخيرة وغيرهم من المتضررين من الفساد الحكومي. ويؤكد المتظاهرون أنهم تعرضوا منذ انطلاق ثورة تشرين لشتى أنواع القمع والأذى، لكنهم باتوا اليوم أكثر تنظيما وإدراكا بالعمل السياسي والوعي الاجتماعي، ناهيك عن تمتعهم بالحس الأمني، ما يعني أننا أمام موجة جديدة من حراك تشرين قد تتبعها موجات أخرى تتشابه أو تختلف في التكتيك والآليات، لكنها تتحد في الغاية التي خرجت من أجلها، وهي التخلص من نظام المحاصصة الطائفية وكل إفرازاته المدمرة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين الفضائية نسلط فيها الضوء على تظاهرات 25 من أيار في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية. أبدأ سؤالي وترحيبي بالأستاذ كاظم ماجد الناشط في التظاهرات في الناصرية. أستاذ كاظم، السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا بك استاذ وبقناتكم الكريمه وبمشاهديكم الكرام. شلون الصحه والاحوال في مدينه الناصريه؟ طبعا استجابه لدعوه التظاهر المليونيه، خرجت عدد من المحافظات العراقيه في هذه التظاهره، تظاهرات 25 من ايار، لكن يا حبذا لو تحدثني عن الاجواء في الناصريه الان. في الأيام القليلة المنصرمة تم التحضير والإعداد إلى هذه المظاهرة، مظاهرة يوم 25، وهذه المظاهرة هي تحدي لأحزاب السلطة الفاسدة وميليشياتها الإجرامية. حيث راهنت على هذه الأحزاب بأن ثورة تشرين قد انتهت بعد أن قامت ميليشيا الصدر المنفلتة بإحراق الخيام وقتل عدد من المتظاهرين وإلقاء العبوات على منازلهم وقتل بعضهم بالرصاص الحي في الطرقات العامة، وفي منتصف الليل وبعد منتصف الليل كان الغرض منها هي إسكات الأصوات الوطنية وتخويف المتظاهرين وتروي عوائلهم بهدف القضاء على ثورة تشرين المباركة وخلق أجواء مناسبة لإجراء انتخابات محسومة النتائج لصالح هذه الأحزاب الفاسدة، لأنها تمتلك المال الفاسد والسلاح وتمتلك كل مقومات القوة والقدرة وإمكانيات تزوير عالية لدى هذه الميليشيات. فكان الهدف أن الميليشيات والأحزاب تحاول إقامة أو إجراء الانتخابات في الوقت المقرر في شهر العاشر لتستثمر جهود الشعب تستحوذ على ثورة تشرين المباركة بذراع أن هنالك بعض من ثوار تشرين قد شاركوا في هذه العملية السياسية. طبعا هي مقدمة بسيطة لأجيبك عن سؤالك. ثوار تشرين وأغلبهم والشارع العام قرروا بأنهم سيقاطعون الانتخابات القادمة بعد أن أجرينا استطلاع رأي على الشارع العام وخرجنا إلى القرى والأرياف وإلى عمق الأرياف، فتبين لنا بأن جميع أو غالبية طبقات الشعب العراقي وخصوصا الشعب الذيغاري يرفضون العملية السياسية بشكل كامل. نعم. وأنهم سوف لن يشاركون في الانتخابات القادمة، هو ليس عزوف وإنما مقاطعة الهدف منها إجهاض العملية السياسية بهدف إسقاط المنظومة السياسية بالكامل. نحن لم نخرج إلى العملية إلى المظاهرات للمشاركة في العملية السياسية لنحصل على مقعد أو مقعدين ضمن منظومة سياسية فاسدة، وبالتالي إذا خرجنا للتظاهرات سيقولون بأنكم قد شاركتم معنا في العملية السياسية ولا يحق لكم ذلك. كلا، نحن نقول لهم كلا وألف كلا، نحن لن نشارك في العملية السياسية ومستمرون بتظاهراتنا حتى إسقاط عروش النظام الفاسد بالكامل. نحن نريد تغيير، لا نريد تغيير أشخاص، نريد تغيير منظومة سياسية كاملة. هذه مقدمة بسيطة وسأجيبك على سؤالك. طيب. فيما يتعلق بالأجواء. طيب. في الناصرية. طيب أستاذ كاظم، اليوم يرجى أن تبقى معي، سأنتقل إلى بغداد. من هناك الأستاذ علي عزيز الناشط في عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. أستاذ علي، حدثنا عن التظاهرات في بغداد، كيف هي الأعداد؟ أين الانطلاقة؟ هل هناك مكان معين لتواجد المتظاهرين؟ أستاذ علي تفضل. نعم طبعا، قبل ما أبدأ أول شيء حاب أخبركم أنه الآن قبل قليل سقط عندنا شهيد في بغداد في ساحة التحرير. سقط عندنا أول شهيد اليوم يوم 25 أيار على أيدي قوات العميل مصطفى الكاظمي. نعم. تجمعاتنا كانت بساحة الفردوس امتدادا إلى ساحة التحرير وسط بغداد، كذلك في صوب الكرخ بالنسور، وحاليا نحن نواجه حملة قمع شرسة جدا من قوات حفظ النظام أو قوات مكافحة الشغب. أطلقوا الرصاص الحي، أطلقوا الغاز المسيل للدموع، أطلقوا الإطلاقات المطاطية، واستخدموا الهروات والعصي لضرب المتظاهرين. الآن المتظاهرين بساحة التحرير يتعرضون إلى قتل جماعي، يتعرضون إلى أطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع. عندنا حالات اختناق شديدة. قوات المجرم العميل مصطفى الكاظمي الآن تقمع الشعب. نحن نطالب ونناشد الآن بنفير عام لكل أهالي وكل عوائل بغداد بالتوجه إلى ساحة التحرير. الآن الشباب عندنا موجود ما بين ساحة الخلاني، ساحة الطيران، ساحة الفردوس، كذلك ساحة التحرير. قبل قليل سقط الشهيد الأول، سقط أول شهيد بيوم 25 أيار. نعم. وهذا الشهيد دمه ما راح يروح هدر أبداً،
وفليسمع العميل الجبان الصغير مصطفى الكاظمي. من اللي قتل هذا الشهيد استاذ علي؟ مصطفى الكاظمي، مصطفى الكاظمي، ما نعرف اي مسميات اخرى، نعرف العميل الامريكي اللي هو يترأس الحكومة اسمه مصطفى الكاظمي، هو القوات بامرته وهو القائد العام للقوات المسلحة. وحتى بما في ذلك نتهم احنا الميليشيات، فالميليشيات هي احد اذرع مصطفى الكاظمي. اليوم احنا عدونا الاول، عدونا الرئيسي مصطفى الكاظمي، اما باقي الامور من يقتلنا بالعلن ويسحب سلاحه علينا بالعلن فهذا معروف بالعلن، لكن مصطفى الكاظمي الممثل الذي ادعى انه ابن تشرين وادعى انه الثوار جابوه كرئيس وزراء وعين فريق من الكومبارسية، لذلك هذا الرجل هو نعتبر عدونا الاول. واليوم الشهيد اللي سقط على ايدي قوات مصطفى الكاظمي، والعدد مرشح للزياده خلال الساعات المقبله، عندنا حالات اصابه شديده القوه. طيب أنا أرجو أن تبقى معنا أستاذ علي عزيز، أنتقل إلى مدينة أو محافظة النجف، من هناك مزاحم الشبلي. أستاذ مزاحم السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ مزاحم. أستاذ مزاحم، كما تتوارد الأخبار من ساحة التحرير سقوط شهيد واثنين من المصابين من المتظاهرين، لكن لو تحدثنا عن محافظة النجف كيف هي التظاهرات هناك أستاذ مزاحم؟ نعم أستاذنا العزيز، في البداية طبعا المظاهرات أكثر الثوار توجهوا إلى محافظة بغداد للاشتراك في التظاهرة الموحدة اللي هي في ساحة التحرير، وقسم من المتظاهرين موجودين في النجف الأشرف، لكنه مثل ما تحدثوا الأخوان الشيء المؤسف والمزعج جدا والمغيظ لكل أبناء الشعب العراقي والثوار خاصة أنه سقوط شهيد وعدد من الجرحى، وهذا الفعل غير مبرر، وهذا الفعل إجرامي بحق ناس عزل تطالب بحرية، تطالب بوطن، تطالب بخدمات، تطالب بدولة. يعني الدولة العراقية دولة عمرها 4000 سنة، يعني ليس بمعجزة مطالب الشباب وليس مستحيلة، يعني أنه نطالب بدولة ذات سيادة، بدولة مستقلة، بدولة لها هيبتها ولها قيمتها. الكل يتحدث بهيبة الدولة، أين هيبة الدولة؟ أين هيبة الدولة من هذه التدخلات الدولية والإقليمية والخارجية؟ هذه التدخلات التي بات القاصي والداني يعرفها ويستنكرها ويستنكر على الشعب العراقي أنه وصل إلى هذه المرحلة، أنه يتحكم فيه فلان وفلان وفلان من خارج الحدود. هذا الأمر مرفوض أخي العزيز لكل عراقي شريف، ومرفوض في القانون الدولي، ومرفوض لدى حقوق الإنسان. فبالتالي مطالب الشباب ومطالب العراقيين هي مطالب حقيقية ومطالب واقعية. العراقيين من حقهم أن يبنون دولة مدنية ذات سيادة، دولة محترمة، دولة لها كيانها ولها سياستها الخاصة. لماذا خيرات البلد لا ينتفع بها أهل البلد؟ لماذا هذا الظلم؟ لماذا هذا القتل؟ يعني ما معقول إلى هالمستوى، يعني الشباب ناس عزل يخرجون في الساحات، يخرجون هم داعمين للدولة، هم يريدون دولة، هم يريدون دولة، لكنه ليس الدولة اللي مفصلة على مقاسات أحزاب وكيانات ولا أهل الخارج، وليس لها حس وطني وليس لها وجود، وممسكين بالسلطة بالقوة والسلاح والمال، المال المسيس، المال الفاسد، وهذه عمليتهم السياسية التي يدعون الناس إليها هي أكبر كذبة، أنه يدعون الناس إلى انتخابات. أي انتخابات أخي في هذه الفوضى؟ في ظل السلاح المنفلت والمفوضية المسيسة والانتخابات المحسومة النتائج مسبقا، يعني هذه فوضى، هذه ذرة رماد في العيون ولم تطلع على الشعب العراقي. طيب أستاذ مزاحم، أستاذ مزاحم تعذرني ولكن سأعود إليك في وقت لاحق في هذه التغطية، لكن مشاهدينا الكرام، ضيوفنا الأعزاء، لدينا لقطات مصورة، لقطات فيديو من العاصمة بغداد تبين تعامل القوات الأمنية الحكومية مع المتظاهرين، لنشاهد معا. هذاك العميد هناك واقف مالته، العميد واقف هناك قدام هاي الجنود مع العميد واقفين قدامه كذا، بس احنا طالعين من التحرير والتحرير فرق. هاي تقوم تجي تجي التحرير فرق رايحين اتجاه سيرة الخلاعة.
ترى ما حد يمشي ما حد يمشي. إذن مشاهدينا الكرام، يعني الصورة أبلغ من أي كلام. هناك أعداد كبيرة من المتظاهرين تجابههم قوات أمنية حكومية وتقوم بدورها بقمع المتظاهرين. حتى هذه اللحظة هناك سقوط شهيد واحد وإصابة اثنين من المتظاهرين بجروح مختلفة. التظاهرات التي نقلناها قبل قليل هي من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. أيضا نلاحظ هناك انتشار كثيف للقوات الأمنية بعكس ما صرح ويصرح به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه هو يقف مع المتظاهرين، لكن الصورة تبلغنا وهي أبلغ من أي كلام ومن أي تزويقات لفظية من قبل حكومة مصطفى الكاظمي أنها تقمع المتظاهرين. المتظاهرون خرجوا من أجل يعني محاسبة قتلة المتظاهرين وأيضا الناشطين. هناك العديد من المتظاهرين سقطوا بأسلحة كاتمة الصوت من قبل الميليشيات الموالية للحكومة ولإيران، وأيضا هناك العديد من المتظاهرين سقطوا أيضا شهداء من الفترة الممتدة من تشرين الأول 2019 حتى هذه اللحظة. ربما في هذه التغطية ستصلنا الكثير من اللقطات الفيديوية سنعرضها إليكم تباعا. مثل ما واضح في هذه التظاهرات، يعني الصورة قريبة جدا، ليست هي في الظهر ولكن من ضمن حتى من خلال المتابعة أنها حدثت قبل ربما قبل ساعة أو أقل من ذلك. أريد أن أنوه كذلك إلى أن القوات الأمنية الحكومية خرجت بكامل أجهزتها القمعية من بنادق رصاص حي وأيضا قنابل دخانية وقنابل صوتية هي التي يعني تكون بالضد مع مطالب المتظاهرين. أيضا من مطالب التظاهرات والمتظاهرين والناشطين في 25 أيار هي إسقاط العملية السياسية برمتها، وعود الكاظمي بتشكيل لجان مختلفة لمحاسبة قتلة المتظاهرين. كلها لم تكن هناك أي لجنة خرجت بتوصيات معينة، ولكن كل اللجان التي شكلت من قبل مصطفى الكاظمي وكان قبل أيضا من قبل عادل عبد المهدي كلها لم تبين من هو أو من هي الجهة التي قتلت المتظاهرين ومن هو الشخص الذي أمر بقتل المتظاهرين. أعود إلى السيد كاظم ماجد من الناصرية. أستاذ كاظم، كيف وجدتم تعامل القوات الأمنية الحكومية مع بدء التظاهرات في الناصرية؟ كيف تعاملت معكم هذه القوات الأمنية القمعية؟ سيدي الكريم، بالنسبة لساحة الحبوبي يتواجد هناك الجيش، هو من يشرف عليها. نعم. طبعا الجيش بالنسبة له لا ليس لديه أي تدخل مع المتظاهرين، وهو يمنع الشرطة كل ما تحاول الشرطة أن تقترب من المتظاهرين يمنعهم، لأنه يعلم جيدا بأن قوات الشغب أو الاتحادية أو ما شاكل هي أجهزة محشوة بالميليشيات، وبالتالي وزارة الداخلية هي من ضمن نظام المحاصصة السياسية هي تابعة للمكون التابع للمحور الإيراني. وبالتالي وزارة الداخلية هي من تقوم بالقمع والقتل
سواء كانت منتسبين أو ميليشيات محشوة داخل هذه المؤسسة. طيب. فلذلك الجيش حاليا هو على الحياد من المتظاهرين، لكننا واجهنا معرقلات في حركة سير المركبات التي توجهت إلى بغداد، حيث حاولت هذه القوات الأمنية منع المتظاهرين من الوصول إلى بغداد، وخصوصا النجف وبابل. وأيضا بعض المتظاهرين الذين ذهبوا إلى ساحة التحرير ذكروا لي بأنهم واجهوا بعض التضييق من هذه القوات الأمنية. نعم. إلا أن هذه السلطة القمعية الفاشلة بزعامة العميل المزدوج مصطفى الكاظمي سلطت وهيئت قوتها في بغداد، وخصوصا ساحة التحرير وساحة النسور، حيث قامت بقمع المتظاهرين. وكما ذكر الأخ المتظاهر في ساحة التحرير أنه هناك شهيد قد سقط هذا اليوم في يوم 25 أيار. نعم. رحم الله الشهيد وأسكنه في فسيح جناته إن شاء الله. أنا أشكرك أستاذ كاظم. القوات الأمنية مستمرة بالقتل. طيب. القوات الأمنية مستمرة بالقتل والقمع ولن تتوقف، وسوف تستمر بقمع المتظاهرين، ولا يمكن للبلد أن يستقر إلا بإزالة العملية السياسية كاملة وإسقاط رموزها وكل المنتمين إلى هذه الأحزاب وإلى كل الميليشيات. يجب أن يتم القضاء عليها ومحاسبتها بالكامل وتغيير النظام السياسي لكي يستقر البلد. طيب. ما زالت هناك إيران موجودة وما زال هناك عملاء موجودين إلى إيران. لن يستقر العراق، وسوف يستمر القتل والترهيب والترويع وما شاكل. نحن نقول أننا مستمرون بهذه الثورة ولن نتوقف حتى إزالة عروج الفساد بالكامل. طيب. الناصرية اليوم قد توافد لها مئات المتظاهرين، وتبدو وكأنها لم تتأثر بمن ذهب إلى ساحة التحرير. هناك العدد اليوم قد تجاوز 2000 متظاهر، وقد يكون العدد أكبر من هذا. طيب. وقد أرسلت بعض الصور إلى بعض القنوات ومن نعم. ضمنها إلى قناتكم الكريمة. طيب أستاذ كاظم، أستاذ كاظم أرجو أن تبقى معي وسوف نعم. نستمر بهذه التظاهرات حتى القضاء على العملية السياسية كاملة. طيب أستاذ كاظم أرجو أن تبقى معي. هناك أيضا فيديو آخر لقمع المتظاهرين من قبل القوات الأمنية القمعية، لنشاهد معا. يعني مشاهدينا الكرام، الأصوات التي نسمعها هي من قبل القوات الأمنية القمعية الحكومية تجابه المتظاهرين بالرصاص الحي وبالرصاص المطاطي وأيضا بقنابل الدخانية المسيلة للدموع. حتى ما أغبن حق محافظة النجف، أنتقل إلى الأستاذ مزاحم. شلون تعامل القوات الأمنية تجاه المتظاهرين في محافظة النجف؟ هل الأعداد تتزايد أستاذ مزاحم؟ أستاذ مزاحم هل تسمعني؟ يبدو يعني أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مزاحم من النجف. أنتقل إلى الأستاذ علي عزيز. أستاذ علي عزيز، سمعت الإطلاقات النارية تجاه المتظاهرين، أيضا كما تفضلت أنت قبل قليل هناك سقوط شهيد واحد، وأيضا من مصادرنا الخاصة هناك إصابة 2 من المتظاهرين بجروح مختلفة نتيجة قمع القوات الأمنية للمتظاهرين. كيف تعلق على الصورة التي أوردناها قبل قليل أستاذ علي عزيز؟ والله إذا أكو مجرم فهو مصطفى الكاظم. نعم.
ومن خلال قناتكم، فأقول له أنت شيخ المجرمين. نعم. وأنت شيخ القتلة وأنت كبيرهم، مع العلم أنت أصغر عميل وذنب أمريكي بريطاني جيت على ظهور الدبابات الأمريكية وحكمت هذا البلد. هذا البلد دم أبناء أو دم الشهيد اللي سقط اليوم، هذا دم الشهيد اليوم بدم ألف شهيد، هذا دم الشهيد اليوم راح نطلع من عينك وعلى كل العراقيين وين ما يشوفون هذا العميل الصغير مصطفى الكاظمي أن يرجموه بالحجار، وين ما يشوفوه في بغداد في أي محافظة، هذا مجرم، هذا إيده إلى هنا ملطقة بالدم العراقي، هذا سفاح، انتبهوا من هذا الإنسان الخطير جدا. والله العظيم راح نلاحقك ليلا ونهارا، والله نلاحقك أنت صاحي وأنت نايم، ولما لو إحنا الشعب لو أنت مصطفى الكاظمي وتمثل أمريكا وإنجلترا والعملاء اللي حكموا العراق. أستاذ علي، ليش القوات الأمنية تقتل المتظاهرين؟ يعني احنا شفناها في تظاهرات أوامر الكاظمي. نعم. أوامر الكاظمي أخي، أوامر الكاظمي. نعم. الكاظمي حتى في زمن عادل عبد المهدي هو كان رئيس جهاز مخابرات وعضو خلية أمنية وكان يعطي الأوامر بقتل المتظاهرين. لمعلوماتك كل الميليشيات الموجودة، خلينا نعتبر هذه الميليشيات معروفة ومسمات، احنا اليوم عندنا ميليشيات مجرمة وأشد إجراما وأخطر فتكا هي ميليشيات المخابرات اللي يتزعمها مصطفى الكاظمي. ميليشيات المخابرات معروفين كيف يقتلون الناشطين وكيف يطاردون الناشطين وكيف يعطون إحداثيات الناشطين، المن يطوها يطوها إلى أذرعهم الميليشاوية الأخرى للقتل والتصفية. يا أخي احنا عايشين في بلد تحت إرهاب ميليشيا مصطفى الكاظمي، ميليشيا مصطفى الكاظمي مثقل خطرا وقتلا وفكا بالشعب العراقي عن ميليشيات مقتدى الصدر أو غير مقتدى الصدر. مصطفى الكاظمي أخطر رجل مر على تاريخ العراق، على العراقيين أن يعون خطورة هذا الإنسان. اليوم إذا ما يطلعون العراقيين ويتظاهرون ويثورون ضد حكومة مصطفى الكاظمي، هذه الحكومة إحنا أمامنا هي تمثل النظام برمته. نعم. إحنا لسنا ضد حكومة بعينها، إحنا ضد عملية سياسية برمتها أتت بها الدبابات الأمريكية وأرضعتها الصدور الإيرانية العفنة. لكن مصطفى الكاظمي اليوم دي يحكمنا هو الأخطر على العراق. دا تشوفون إجرامه، كل الطرق البوليسية والأرهابية وعصابات الكاوبوي الأمريكية وطرقها بالقتل هو دا يمارسها بحق الشعب العراقي. هذا إنسان خطر، إنسان جاب له مجموعة من الجلاوزة عينهم بصفة مستشارين مدعين أنهم دول يمثلون ثورة تشرين، هؤلاء ناشطين، هؤلاء كانوا مندسين بجسد الثورة، كانوا عملاء وكانوا أعين لجهاز المخابرات لمصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي صار سنين يشتغل على هذا اليوم أن يصبح فيه رئيسا لوزراء العراق وأن يحكم العراق بالتجسس، يخلي فلان يتجسس على فلان وفلان يندس مع فلان. نعلمهم جيدا مصطفى الكاظمي، نعلم كل طرقك وأساليبك الخبيثة، مستمرين بفضحك. طيب. والله على العراقيين اليوم إذا ما رجموا هذا الإنسان فكل يوم احنا راح نصبح عندنا شهداء وعندنا قتلى، كثورة احنا ما نرجع، ثورة ما ترجع بتاتا بعد، خلاص اما احنا او هو، مو ألف ولا ألفين، مستعدين نقدم 10 و20 ألف شهيد. طيب أستاذ مزاحم، تسمعني أستاذ مزاحم من النجف؟ مزاحم الشبلي تسمعني أستاذ مزاحم؟ نعم. أستاذ مزاحم، نعم حبيبي أستاذ، أريدك تحدثني عن انتشار القوات الأمنية القمعية في محافظة النجف وكيف تعاملت مع المتظاهرين؟ أستاذ العزيز، حقيقة أنا كما قلت لك أنا موجود حاليا في بغداد. نعم. وعندي تواصل مع أخواننا في النجف. نعم. فاللي قاعد هنا يصير في بغداد يعني مع الشديد الأسف هناك وحشية وهناك إجرام بحق المدنيين. نعم. العزب، وكذلك مظاهراتنا في النجف وفي أي محافظة من محافظات العراق هي مظاهرات موحدة إن شاء الله وفي نفس الاتجاه وفي نفس المطالب. أخي العزيز، لمصلحة من؟ سؤال، لمصلحة من كل هذه الدماء؟ ولمصلحة من يقتلون العراقيين؟ ولمصلحة من هذه الوحشية؟ يعني سؤال يسأل، ولماذا لا يكشف من قتل المتظاهرين؟ سؤال أيضا يسأل الناس ويسأل الشعب. إذن هناك تستر على هذه الجرائم وهناك تعاون بين المجرم وبين من هو مسؤول الآن عن حماية العراقيين. فالآن الكل مسؤولين كأحزاب وكسلطة
مسؤولين عن سلامة وحماية العراقيين وعن دماء العراقيين، وهذه يعني جريمة لا يمكن أن يتخلصوا منها بتقادم الوقت. طبعا كما تعلمون قديما وليس حديثا، الشعوب أقوى من الطغاة، فالشعب يبقى أطول من السجان ومن الجلاد. فبالتالي احنا نوصلهم رسالة، نقولهم كفى دماء وكفى قتلا بهذا الشعب المظلوم الذي عانى ما عانى من سنين طويلة، والشعب العراقي يعاني من هذه الحقبات من السلاطين والحكام المتعجرفين المجرمين بحق الشعب العراقي. يعني مع شديد الأسف عندما يصلون إلى السلطة ينقلبون على هذا الشعب، وكأنه الشعب يطالب بمطالب تعجيزية، وكأنه يطالب بمطالب مستحيلة. لماذا يقمع شعبنا؟ لماذا يقتلون أبنائنا؟ لماذا هذا كل هذه القسوة وهذا الجرم مع هؤلاء الشباب العزل؟ المكان من الأول يؤدون واجبهم ويؤدون خدمة لأبناء هذا الشعب ويستقر البلد. ليش وصلت البلد إلى هذه المرحلة وإلى هذه الهاوية؟ مع شديد الأسف طبعا هذه جريمة، وهذه هذا عار لا يمكن لهم أن يتخلصوا منه مدى حياتهم. طيب أستاذ مزاحم، ضيوف الكرام، يرجى أن تبقوا معنا. طبعا تعد مليونية 25 من أيار هي امتداد لثورة تشرين في العراق، لكن سنبرز هنا أبرز المحطات التي مرت بها تظاهرات ثورة تشرين في الإنفوغراف الآتي. إذن مشاهدينا الكرام، نغطي في هذه الساعة تظاهرات 25 من أيار. وصفها الكثير بأنها ستكون إن شاء الله امتداد لثورة تشرين في العراق. أرحب وينضم إلينا في هذه التغطية الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي. دكتور رافع، مرحبا بكم. دكتور رافع، دكتور رافع، هل تسمعني؟ يبدو سنعود إلى الدكتور رافع الفلاحي، ولكن أنتقل إلى الأستاذ كاظم ماجد من الناصرية. أستاذ كاظم، يعني حتى هذه اللحظة الإحصائية تتحدث عن سقوط شهيد واحد وخمسة جرحى من المتظاهرين. طبعا لا يخفى عليك، ربما سيكون موقف مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة لمعرفة من الذي تسبب بسقوط هذا الشهيد والجرحى، وربما يعني في الساعات القليلة القادمة ستكون هناك محصلات جديدة وحديثة تطرأ على التظاهرات. سيكون بتشكيل لجنة لمعرفة من الذي يعني المتسبب في سقوط هذا الشهيد. هل تثقون باللجان التي يعني شكلها الكاظمي منذ يعني انطلاق ثورة تشرين 2019 وحتى هذه اللحظة أستاذ كاظم؟ سيد الكريم، بالنسبة إلى مهزلة اللجان، نحن يعني قد تعودنا عليها كثيرا. يعني حرق الخيام أرسلوا لنا لجنة وخلية لتقصي الحقائق، وكانت بزعامة يعني السيد رئيس الأمن الوطني الأسدي،
وجاءت لجان غيرها وعادل عبد المهدي أيضا شكل لجان لقد تقصي قتل المتظاهرين ولم يكشف عن أي قاتل للمتظاهرين. جميل الشمري قد كشف علنا وبمرأة ومسمع جميع الموجودين القوات الأمنية والشارع الذقاري رأت وسمعت وفي أم عيننا رأينا ذلك بأن جميل الشمري قد قتل ما يقارب 72 شهيدا وآلاف الجرحى في ظرف 8 ساعات في يوم 24/11 مجزرة جسر الزيتون السيئة تصيد لم يحاكم جميل الشمري. كذلك هناك بعض الأجهزة الأمنية قد تم رصدها مثل جهاز مكافحة الإرهاب وسرية الشغب وغيرها قد قتلت المتظاهرين وقالوا سنرسل لجان وسوف نشكل لجان تحقيقية ولم يتم الكشف عن أي قاتل. يبدو أن شركاء العملية السياسية الأحزاب القاتلة والميليشيات المجرمة قد استهانت بثوار تشرين لأنها قد تعودت على سلمية المظاهرة التشرينية فتم الاستخفاف بالمتظاهرين وبثوار تشرين. نحن لا نثق بهذه اللجان وهناك ملاحظة طبعا قد قلت أنت قبل قليل بأن هناك شهيدين وخمسة جرحى لا عدد الجرحى أكثر من هذا بكثير. هناك أصدقاء يتصلون بي مباشرة الآن وأنا أرى رسائلهم هناك أكثر من 20 جريح لحد الآن وهناك حالات اختناق بالدخانيات وهناك قنابل صوتية تلقى على المتظاهرين. يبدو أن الصدامات قد بدأت تشتد بين المتظاهرين والقوات الأمنية. طيب استاذ كاظم يرجى ان تبقى معنا. اعود الى رجعه او عاد الينا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. دكتور رافع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور اخر احصائيه شهيد وخمسه جرحى المتحدث من مدينه الناصريه كاظم ماجد يقول اعداد الجرحى اكبر من ذلك بكثير حيث قال ان عدد الجرحى ربما وصل الى 20 جريحا، لكن هنا كيف تنظرون الى خروج الشباب المتظاهرين في تظاهرات 25 من ايار؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا استاذ محمد واضح يعني بهذه التظاهرات بها استكمال هذه الخطوة من خطوات ثورة تشرين المباركة اللي خرجوا بها عام 2019 شباب العراق الطيب الجميل هذه واللي واجهوهم بالرصاص وقتلوا منهم أكثر من 1000 وجرحوا أكثر من 30,000 واعتقلوا الكثير ومارسوا القتل والاغتيالات ضد الناشطين طوال هذه الفترة. هذه خطوة أخرى من خطوات هذا الشباب اللي عبر بها الشعب مثلما عبر بكل ممارساته عن رفضه لهذه العملية السياسية لهذه القوى السياسية التي تحكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن 18 سنة من الخراب من الدمار من الأسى من الإجرام من التسويف من السرقات والنهب والفساد. الشعب يعبر بشكل واضح جداً لا لبس فيه رفضة لكل هذه الممارسات رفضة لهذه الطبقة السياسية مهما حاولوا ذهبوا بعادل عبد المهدي جاءوا بالكاظمي محاولات كذب وعود كاذبة كلها لن تنفع. بالتالي الشعب لديه شرعية واضحة في كل شيء والشعب شرعيته في الإنجاز يتابع الإنجاز ويرى ماذا ينجز له. خلال 18 سنة لم ينجز شيء للشعب لذلك سقطت شرعية كل هذه القوى من البداية. هذه القوى فرقت الشعب دمرت الناس رهنت استقلال العراق وسيادته إلى الأجنبي تكذب على الشعب تمارس العهر السياسي بشكل واضح ضد الشعب الكذب والادعاء والباطل. ناس حفاة استطاعوا أن يغتنوا على حساب العراقيين أكثر من تريليون ونصف التريليون دولار يعني 1500 مليار دولار سرقت من أموال العراق. العراق من سيء إلى أسوأ فبالتالي يخرج هذا الشباب. اليوم شاهدنا شوارع العراق شوارع بغداد بالذات يعني تحولت إلى سكن عسكرية من يومين كل الاستعدادات العسكرية بكل القوى الأمنية والميليشياوية ملئت بغداد شوارعها كلهم استعداد للمواجهة مع أنه يدعون أنهم يحترمون الرأي الآخر ويحترمون حرية التظاهر ويحترمون التعبير عن الرأي وهذا الكلام الفارغ الذي ليس به معنى. فبالتالي أي خطوة
محسوبة بالنسبة لهم وقرارهم واضح هو مواجهة المتظاهرين وقتلهم، ولن تختلف الوضعية. يعني من خرج في تشرين سيواجه نفس الحالة اليوم في خروجه، نفس الرصاص، نفس القناصة، نفس القتلة، نفس الطرف الثالث اللي يدعوه، وماكو طرف ثالث. هي كل الحكومة، كل أحزابها وكل ميليشياتها هي التي تقف ضد الشعب. الآن واضح، الآن في العراق هناك خندقين، خندق الشعب وخندق السلطة بكل أحزابها وميليشياتها وقواها التي تريد أن تذهب بالشعب إلى انتخابات. اذهبوا إلى الانتخابات، أي انتخابات؟ هذه صورة واضحة يعلنها الشعب بأنه يرفض هذه الانتخابات، يرفض هذه الكذبة، إعادة تدوير النفايات مرة أخرى والإتيان بهؤلاء مرة أخرى لكي يقولوا أن الشعب انتخبهم، يحاولون بكل طريقة. اذهبوا إلى الانتخابات، من سيذهب إلى الانتخابات وأنتم السلاح بيدكم والمال السياسي بيدكم، مال الدولة بيدكم، الفساد بيدكم، لم تفعلوا شيئا، قتلت المتظاهرين لم تخرجوهم، الفاسدين لم تحاسبوهم، كذبة كبيرة. العراق يعيش في ظل كذبة كبيرة اسمها العملية السياسية، مجرد محافظات طائفية لا أكثر. دكتور، استثمر وجودك معنا في سؤالي الأخير لحضرتك، يعني بعد عمليات القمع وقتل الناشطين وأيضا المتظاهرين منذ يعني 25 تشرين الأول عام 2019 وحتى هذه اللحظة، أريد أسألك هنا دكتور، هل بقي للحكومة والعملية السياسية شرعية بعد أن تمسكت بمنهج القمع والتخوين لكل الشباب العراقي؟ لا، هي لا شرعية لها. الشعب يعرف، لذلك خرج ضد هذا الشعب. شعب العراقي الشعب من أفضل شعوب الدنيا، يعني مع احترامنا لكل شعوب الدنيا، لكن هو أفضل شعوب الدنيا. هذا هو من علم الناس الكتابة، هو فجر التاريخ وفجر السلالات. هذا الشعب الراقي يعرف، حتى الأمي، حتى الفلاح البسيط يعرف كيف يقرأ الأمور وكيف يتابع الأمور ويرى الأمور ويميز بين الصح والخطأ والأسود والأبيض. الشعب يعرف ويميز، وميز هؤلاء من البداية، وكان يرفضهم طوال هذه السنين يرفضهم، لكن قوة السلاح والميليشيات والاستناد إلى الخارج واستناد إلى إيران واستناد إلى أمريكا واستخدام هذه القوى من هنا وهناك والسلاح ضد الشعب، هذا كله خلاهم يستمرون على في السلطة. فبالتالي هم لا شرعية لهم. الشعب يحاسب أي حكومة في كل الدنيا. الشعب لديه عين تراقب، هو السلطة التي تراقب، وهو السلطة التي تعين، هو الشعب. فبالتالي يراقب، الشرعية التي يعطيها لحكومة شرعية الإنجاز، شرعية ماذا ينجز له. هؤلاء لم ينجزوا شيئا، بالعكس خربوا ودمروا، أشاع الطائفية، أشاع الخراب والفساد والدمار والكذب والادعاء وسوء الأحوال. وبالتالي لاحظ الوضع الصحي، لاحظ الوضع العلمي، لاحظ وضع الدراسة، لاحظ وضع الحياة بشكل عام، الوضع الاقتصادي، الناس من سيء إلى أسوأ. الآن لدينا أكثر من 12 مليون عراقي يأكلون من المزابل تحت خط الفقر في بلد هذه ثرواته، واحد من أغنى بلدان الدنيا، لكن هو واحد من أكثر 10 بلدان في العالم فسادا. فبالتالي هذه كلها يعرفها الشعب، فلا شرعية لهم. شرعيتهم هذه هم يدعونها، يدعون الديمقراطية والديمقراطية براء منهم، يدعون الحرية للشعب والحرية براء هذا الشعب، يقتلونه وبالتالي هؤلاء كثرة كبيرة، الشعب سيحاسبهم ويحاسبهم. وحتى أن استطاعوا أن يقمعوا هذه التظاهرة ستخرج تظاهرة. اليوم أعلن بشكل واضح أن القطيعة قد تمت بين الشعب وكل العملية السياسية. لا حاجة مرة أخرى للحديث عن إمكانية تغيير حكومة وإصلاح حكومة وإصلاح أبدا. العملية انتهت، والآن قطيعة بين الشعب وبين هذه السلطات، وعلى العالم أن يعرف أن القطيعة قد تمت، ويساعد الشعب العراقي للتخلص من هذه الطغمة التي تحكمه. أنا أشكرك دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا لانضمامك إلينا. أعود إلى الأستاذ كاظم ماجد من الناصرية. أستاذ كاظم، سياسة العنف التي تتبعها حكومة مصطفى الكاظمي من خلال الأجهزة الأمنية القمعية الحكومية، هل ستخمد الثورة أم أنها ستحرك باقي المحافظات للخروج أكثر وأكثر في ثورة 25 من أيار؟ الميليشيات والأحزاب لديها سابق تجربة، لأنها حاولت
اسكات الاصوات الوطنيه من خلال القاء العبوات وقتل المتظاهرين في الطرقات وقتلهم في اماكن عملهم واختطاف بعض المتظاهرين وحرق ثيابهم. كل هذا كان الهدف انه يقضون على ثوره تشرين بمحاوله بائسه منهم للقضاء على هذه الثوره المباركه، لكنه كلما حاولوا اسكات هذه الاصوات الوطنيه زادت أعداد المتظاهرين وتحديهم بقوة إلى هذه العملية السياسية البائسة الفاشلة التي كما ذكر السيد الدكتور عملية سياسية لا شرعية لها. السيد الكريم لألفت نظرك لنقطة مهمة بالنسبة للانتخابات 2018، نسبة الانتخابات وأنا كنت مراقب ضمن العملية الانتخابية وكل المشاركين في الشان العراقي وكل منظمات دولية وعالمية جميعها تؤكد بأن نسبة الانتخابات أو نسبة المشاركة بالانتخابات لم تتجاوز 19%، يعني 81% لم يشارك في الانتخابات لسنة 2018، وقد تم تزويرها لصالح هذه الأحزاب الفاسدة التي تمتلك المال والسلاح وتمتلك كل مقدرات القوة وأدوات التزوير. ولكن النتيجة أن انطلقت ثورة تشرين بالنسبة للمقاطعين 81% رغم التزوير لم تنطلي على الشعب هذه الكذبة، بل خرج بثورة تشرين وكانت هذه النتائج أن حققت هذه الثورة بعض من أهدافها. وأهم أهداف هذه الثورة، أهم الأهداف، هو إسقاط الأحزاب في كافة المحافظات الجنوبية وإغلاقها نهائيا. ومن يتوقع بأن هناك حزب أو مكون سياسي اذا استاذ كاظم، اذا الناصريه قررت لا عوده للاحزاب نهائيا، اذا لا شرعيه مثل ما تفضل الدكتور رافع، لا شرعيه لهذه الحكومه. نسبه المشاركه كانت 18 وكسر بالمئه حتى نكون منصفين جدا، وقاطع المشاركه في الانتخابات قاطعها ما يقارب يعني 82% من ابناء الشعب العراقي. بس اريد اسالك، لكن جاوبني باقل من دقيقه لو تفضلت حتى انتقل للاستاذ علي عزيز، بماذا توصل المتظاهرين استاذ كاظم؟ سيد الكريم، بالنسبه لثوره تشرين ستستمر. وصيتي لهم بان يثبتوا على مبادئهم وعلى مطالبهم التي خرجوا من اجلها الى ساحات التظاهر، واهم هذه المطالب هو اسقاط العمليه السياسيه برمتها وليس المشاركه للحصول على مقعد او مركز او منصب معين، بل الاستمرار بالثوره حتى اسقاط عروش الفساد بالكامل، والاعلان عن قتلة المتظاهرين السلميين، واعلان حكومه انقاذ وطني مؤقته. انا اقول للمتظاهرين لا تتركوا اماكنكم حتى يتم تشكيل حكومه انقاذ وطني. انا اشكرك ولكن لضيق الوقت. نعم، انتخابات وصلت الرسالة ونجيها ليتمكن أو يتسنى لنا المشاركة فيها وتكون الانتخابات بالمستوى المطلوب. أنا أشكرك أستاذ كاظم ماجد من الناصرية الناشط في التظاهرات. أنتقل إلى الأستاذ علي عزيز بدقيقة لو سمحتم. أستاذ علي، أنتم في اللجنة المنظمة للتظاهرات ثورة تشرين، بماذا توصون المتظاهرين في يعني سواء في بغداد أو في بقية المحافظات؟ الثبات فقط. نعم، يثبتوا فقط لا غير، يثبتوا الثبات فقط، الثبات نعم على الثورة. نعم، حتى لو جوبه بالرصاص أكثر فأكثر أستاذ علي عزيز، حتى لو جوبهنا بالرصاص فعلينا الثبات. نشكرك أستاذ علي عزيز عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. كذلك أشكر مزاحم الشبلي حدثنا من النجف الناشط في التظاهرات. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.